أكسي تقولي أسقيها شكون حنا اليوم الوطني للشجرات انطلاقا من بلديه تيكوازا على غرار البلديات الاخرى. على كل حال المنطقه طبعا عرفت حرائق غابات في الصيف 2022، حوالي غير في هذه المنطقه 850 هكتار تقاست. ان شاء الله اليوم نقوم بعمليه تشجير حوالي 3000 شجيره بمشاركه كل المجتمع المدني والجمعيات وكل الاخوه اللي تنقلوا لاحياء هذا اليوم الكبير. ولكن تشوفوا كذلك باللي فيه برنامج قطاعي، برنامج الدوله بصفه عامه لمس التشجير، يعني الاعتبار الى المسالك، خلق مسالك جديده هي اللي راح تسمح في اطار محاربه الحرائق لنا تكون لها دور كبير. اليوم العمل هو اننا نقوم باعاده اعتبار الى كل المساحات التي تم حقها في الصائفه الفائته، والبلديات كل بلديه ما يجمع عليها مش فقط جبل شموع، ولكن كذلك في الداموس، في غرهات، في مسلمون، في اغبال، في كل هذه المناطق التي تمست. وللاسف الشديد الى يومنا هذا في بعض الحالات في بعض المناطق على مستوى الولايات. شكرا لكم. بارك الله فيك سيدي الوالد.